أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم اللابس للثياب الشفافة في الصلاة ويلبس تحتها السروال القصير ولا يصل إلى الركبة، هل صلاته صحيحة؟ إذا كان يتبين لون الجلد ما بين السرة إلى الركبة من وراء الثوب فلا تصح صلاته. إذا كان الثوب شفاف والسروال قصير عن الركبة، يبدو بعض الفخذ ويرى من وراء الثوب الشفاف، فصلاته غير صحيحة لأنه لم يستر عورته. نعم.